مرحبا برج الجوزاء، أهلا فيكم في القراءة العاطفية. القراءة راح تصلح حق الشمسي والطالع وأيضا القمري. هالمرة القراءة العاطفية راح أسويها بأسلوب المرايا. أنت يا برج الجوزاء على هاي الجانب، الحبيبة والشريك على الجانب الآخر، وإذا حسيت أن الجانب الآخر ينطبق معك أكثر أخذه واعكسه بما يناسب وضعك مع الشريك. راح أبتدي في طاقتك الخاصة، نشوف شلون راح يكون التوافق بينك وبين الشخص الثاني أو الطرف الآخر. برج الجوزاء أول كرت هو كرت الطاقة العامة أو الطاغية عليك في هاي الفترة. الجانب الثاني راح نشوف الشريك. الطاقة الطاغية، سوري، الطاقة العامة للشريك والكرتات الفرعية اللي بعدها. نشوف طاقتك مع طاقة الشريك. أول كرت عندك يا برج الجوزاء 7 الخماسيات. في أمور ما تخص الحب، تخص المادة هي اللي راح تأثر على نفسيتك في الفترة القادمة. كأنما أنت كنت حاط هني توقيت معين تنتظر فيه أنه يصير الارتباط مع الشريك، تنتظر فيه أنه تأتيك أموال، إنزين، أو على الأقل أنه تثمر هاي الاستثمارات اللي سويتها. مثلا تنجح أو تتخرج من الجامعة، حاط لنفسك توقيت متى راح تتخرج من الجامعة، في السنة الفلانية أو بعد سنة مثلا متواعد مع الشريك على الزواج. ولكن ان الامور راح تمشي ولكن مو في التوقيت اللي انت حاطه في بالك او متفق مع الشريك عليه، راح يكون في شوي تغيير للحكايه او تاخير. هذا كرت 7، كرت التاخير. الكوب الاول، الحبيب لا زال مصر ومتمسك فيك، ابدا ما قل تنازله عنك وما قل حتى رغبته في ان يبني حياه معك، ولكن كانما في الفتره القادمه يقول لك أنا لازلت موجود، أنا أحبك، ولكن ما يقدر يعطيك الطاقة الأرضية. طاقة الأرض هي اللي راح تخذلك طاقة التوقيت، الأمور المادية، الأمور العملية في الحياة. مثل ما قلت لك أمثلة لهذه الطاقة أن تكونون متواعدين على تاريخ معين عشان مثلا يأتي بأهله، أو على تاريخ معين راح تتم الموافقة على الزواج أو الانتقال مع بعض للحياة، فراح يصير تأخير. هو اللي راح يحسسك أنت يا برج الجوزاء بنوع شوية من الإحباط، ولكن هذا الكرت يقول لك لا تفقد الأمل ولا تيأس، لأن رقم 7 من بعد رقم 8. 8 هو الرقم اللي تضاعف فيه الجهود، يكون كل شيء بالراحة. شريكك لا زال عنده أمل كبير في الموضوع، أشوفك أنك كأنما أنت اللي يائس وهو اللي متفائل أكثر منك. خلنا نشوف عندك 8 الأغصان. أوكي، ما فيك صبر خلاص يا برج الجوزاء، تبي تطير، تبي تدخل في الحياة اللي حلمت فيها من زمان، تبي تعيش المخطط اللي رسمته لنفسك وللشريك. الأمور قاعدة تمشي، ما قاعدة أشوفها متوقفة، ولكن لأن أنت تتوقعها تمشي بأسرع أو تمشي أسرع من 7 إلى 8. 8 هني هو رقم التغييرات السريعة، تبنى بسرعة مثل طقة الصبح كل شيء يكون موجود حولك. برج الجوزاء ابتدى يفقد أو يقل عنده الصبر. خلينا نشوف الشريك. 7 الأكواب، كأنما هني قاعد يقول لك أنا ما في يدي شيء يا برج الجوزاء، يحاكي هذه الطاقة. 7 الخماسيات مقابلها 7 الأكواب، يقول لك أنا ما أقدر أسوي شيء بخصوص مثلاً موافقة معينة على فيزا، موافقة إجراءات، في إجراءات معينة الأهل لازم يقومون فيها أو لازم الأهل يوافقون عشان يأتون للخطبة. هو حاول في الكوب الأول، حاول ولا زال يحاول، ولكن شوف كأنما شريكك في الفترة القادمة يبي ينبهك على شيء مهم، إن في أمور تخص التوقيت أنت راح تلوم المادة عليها، راح تلوم شريكك، راح تلوم المحيطين بشريكك، أهلك، أهله، المجتمع، البيئة، إجراءات الفيزا، الهجرة. ولكن 7 هو دائما الانتظار اللي يأتي بسبب تدخل إلهي.
الناس، المحيط، الظروف مجرد أدوات الله سبحانه وتعالى يستخدمهم عشان يوقف أو يبطئ موضوع المفروض ما يمشي بهذه السرعة من الأساس. لأن لو مشي بهذه السرعة مو من مصلحتك يا برج الجوزاء، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، في شيء مخفي عليك. أنت لازم تكون عندك ثقة أول شيء بالله سبحانه وتعالى، لعل الذي أبطأ عني خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. هذه طريقة كلامك وإيمانك بالله سبحانه وتعالى، لأن شريكك أشوفه استنزف كل محاولات إرضائك، كل محاولات لحد الآن يعطيك أمل، ولكن أنت الطالب بطاقة الأرض، تقول له لا تعطيني أمل، لا تعطيني كلام، لا تعطيني وعود في الهواء، أبي إثبات، أبي الفيزا تكون موجودة عندي، أبي عقد الزواج الحين نوقعه، أبي خلاص نبتدي نعيش مع بعض، نتزوج مثلا. في شيء أنت حاطة في بالك مع الشريك، مو مستعد أنك تصبر وتبي النتائج النهائية تكون موجودة أمامك. اللي بعده عندك 5 الأكواب. لا تخاف من تكرار الخسارة أبدا أبدا. اللي حدث في الماضي مش معناته راح يتكرر في الحاضر، لا، هذه المرة غير، هذه المرة أنت وصلت، وإن كان هني في بطء للأمور تفائل، لأن هاي المرة غير عن سابقاتها. المرات السابقة طاقة الأكواب، احتمال أنك تتعامل مع برج مائي، سرطان، حوت، عقرب يا برج الجوزاء، ولكن المرات السابقة بما أنها هي 5 أكواب وضعت في طريقك أو ما مشت حسب مزاجك، مو لأن كل محاولاتك مكتوب لها الفشل، لا، أو لأن أنت مثلا تشوف نفسك منحوس، لا، وإنما المرات السابقة كانت بمثابة درس لك، دروس، تجهيزات. هاي المرة مختلفة، سبب البطء تدخل إلهي في مصلحتك. خلنا نشوف الشريك. أنت موجود عند الشريك، كرتك هذا، أنت كرت برج الجوزاء، شريكك، وهذا كرت العاشقين. شريكك لحد الآن شوف كأنما إذا أنت مفكر سبب التأخير أنه هو مثلا حط عين على شخص ثاني أو عنده قبول لشخص ثاني، أنت غلطان يا برج الجوزاء. شريكك قاعد يحاول يماطل من أجلك، بما معناه حتى وإن كانوا أهله يأتون له بخيارات ثانية أو توجد عنده في حياته خيارات ثانية في العمل، في الحياة بشكل عام، شريكك ما يشوفك إلا أنت. لما نشوف كرت برجك يطلع عند الشريك، هذا أقوى أقوى إثبات عليك أنت، أن لا، تفكيرك وأحباطك لا يعكسون حقيقة الموضوع. الموضوع إن شاء الله راح يمشي، ولكن مو بالسرعة اللي أنت تحددها، بسرعة المشيئة الإلهية. آخر كرت الغصن الصغير، راح تأتيك الأخبار اللي أنت توقعها، الموافقة راح تأتيك وأنت على غفلة، أنت هني في طاقة الحزن، الندب، أوكي، اللي ما راح الأمور تمشي معاي، راح نتأخر بعد 5 شهور، بعد 5 سنوات، أو حتى 7 شهور، 7 سنوات، لحد ما مثلا نقدر نقدم على الموضوع أو نفتحهم في الموضوع مرة أخرى، قاعد تحسب الوقت والشهور، ولكن هني على غفلة رح يأتيك الخبر، الموافقة، بوادر الموافقة ما رح تأتيك حتى بشكل مباشر بما أن عندنا الغصن الصغير، لا، رح تأتيك بشكل اليوم أهلي سألوني عنك، ورح يبتدي الموضوع بروحه ينفتح ويتسهل أمامك وأمامه. كرت القوة، شريكك ما رح يتنازل عنك، هذا كرت برج الأسد. يمكن انك بعد تتعامل مع شخص من برج الاسد بما ان عندنا برج ناري، او ممكن شخص من برج الاسد هو اللي مثل ما قلت لك الله سبحانه وتعالى راح يحطه في طريقكم يسهل الموضوع. ممكن هو اللي واقف ضد قراركم انتو تشوفونه في هاي الفترة، انتو الشريك، انه هو اللي مأخر ومعسر عليكم الارتباط، هو السبب وراء تأخير النصيب. ولكن لا، في الفترة القادمة راح الاخبار تأتي منه، الشخص اللي كان رافض هو اللي راح كأنما يتنازل عن عناده وتمسكه وتعصبه بالرأي. مثلا كان يشوفك ان انت
ان شراكتكم ما راح تنجح، ان انتم ما تنفعون لبعض، احتمال ان انتم اشوف هني بعد عندكم اجتماع شخصين من مناطق مختلفة، يمكن بعد دول مختلفة، ديانات مختلفة، في اختلاف هني. الشخص اللي كان رافض راح يوافق، ولكن حط بالك يا برج الجوزاء ان مو هذا الشخص هو اللي بيده، هذا مجرد وسيلة بيد الله سبحانه وتعالى. الله كاتب ان الامور تمشي على هذا الطريق بهذه السرعة، فخل ايمانك بالله قوي. خلينا نشوف شلون الوضع راح يتطور بينكم على نهاية الشهر، او الى وين راح يصل. اوكي، هذا الكرت لك، هذا الكرت للشريك. خلينا نشوف كرتك يا برج الجوزاء. خمسة السيوف. عندك اصرار، كأنما هني تقول اذا الموضوع ما حل نفسه بنفسه، موضوعك مع الشريك اذا ما انحل لوحده انا راح اتدخل بالطيبة وبالقوة. قاعد تقول بالطيبة وبالقوة، خلاص ما اقدر اصبر، لازم يمشي الموضوع. يعني ان شاء الله اسوي خيرة، افسر احلام، اتكلم مع شيوخ دين، اتكلم مع حتى دجالين. انت هني قاعد تقول انا ما يهمني الثمن اللي ادفعه، تعبت وايد من الانتظار لدرجة اني مستعد اتبع كل الطرق، مو طريق واحد يؤدي الى روما، لا، كل الطرق مستعد اني اجربها. خلنا نشوف الشريك. أربعة الأغصان، الشريك يحاول يراويك أو راح يحاول إنه يكون الطاقة أو الشخص اللي يثبتك. تعرف لما هاي الطاقة كأنما هي بمثابة وساوس الشياطين، إنزين، طاقة استعجال، راح يحاول يكون إنه مثل الشخص الحكيم أو الصدر اللي تحس فيه بالأمان، اللي ترجع له وعشان يعطيك النصح، راح يحاول إنه ينصحك أو يثبتك. أنت هنا عندك طاقة الهوى، طاقة الهوى ابتدت تصعدك في السماء وما عاد ثابت، بما أنه هني خلاص ما تهمك العواقب. هو لا، راح يحاول بطاقة النار، احتمال عن طريق محاولته مع هذا الشخص اللي من برج الأسد، إنه يحاول على الأقل يثبت الأمور، إنه يأخذ منه كلمة على الأقل، حتى لو كان في تأخير في الارتباط، راح يحاول إنه يأتي لك، قلت لك، بخبر أو بباب على الأقل راح يفتح الموضوع بينك وبين الشريك مرة أخرى، راح يحاول يثبت الموضوع. بما أن أنت هني تقول أنا ما أبي المزيد من طاقة الأكواب والحب والأمل، أعطوني طاقة عملية، أعطوني شيء في يدي أمسكه أقدر أعتمد عليه، وهذا اللي راح يحاول الشريك إنه يوفر لك خلال هذا الشهر. عزيزي برج الجوزاء، هذه كانت قراءتك العاطفية.